جورج كلوني وساندرا بولوك كانا على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان البندقية الدولي أمس. المهرجان في هذا العام يحتفل بعيده 70، وقد جاء الممثلان الأمريكيان لعرض فيلمهما الأخير جرافيتي الذي تدور أحداثه في الفضاء الخارجي. جرافيتي كان أول عرض في مهرجان البندقية، لكنه ليس بين الأفلام المتسابقة. المخرج الإيطالي صاحب لاست تانغو إن باريس برناردو بيرتولوتشي يترأس اللجنة لهذا العام. قد لا تستطيع السينما تغيير العالم، لكنها تستطيع أن تخلق عالما خاصا. مهرجان البندقية موسترا الدولي هو أقدم مهرجان للسينما في العالم، بدأ في عام 1932 وله توجه منفتح على التجارب السينمائية العالمية. الممثل المصري عمرو واكد والمخرجة السعودية هيفاء المنصور سيكونان بين أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام. المهرجان سيباشر عروضه اليوم ويستمر حتى 7 من شهر أيلول سبتمبر. الفيلم الأسترالي تراكس سيكون بين الأفلام المشاركة في المسابقة، وسيعرض اليوم بين أفلام المهرجان، وهو يحكي قصة مغامرة أسترالية تطوف البلاد مع 4 جمال. I'm enclosing a map of my proposed route from Alice Springs to Ayers Rock, then on through the Western Desert to the Indian Ocean.